السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. تعد السياحة العلاجية العصب الرئيس للسياحة في الأردن لما تحتويه المملكة من مناطق علاجية وبنية صحية مميزة. السياحة العلاجية في المملكة تحتل المراتب الأولى عربيا وحتى عالميا، فالأردن يحتوي على عدد من المناطق العلاجية المميزة كالبحر الميت وحمامات معين والحمى وغيرها، والتي تتميز ببيئة خصبة من العلاجات الطبيعية التي تشكل مقصداً لكافة طالبي العلاج الطبيعي من شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى وجود مستشفيات متخصصة على مستوى عال من الكفاءة. واقع السياحة العلاجية نوجزه لكم في التقرير التالي. الأردن أحد أبرز وأهم الوجهات للسياحة العلاجية في المنطقة العربية والعالم، يتميز بوجود مناطق للعلاج الطبيعي التي لن تجد لها مثيلا في العالم، كما يتميز بالمستشفيات التي تنافس على المستوى الدولي من حيث جودة الخدمات وكفاءة العاملين فيها. مناطق السياحة العلاجية في الأردن متنوعة، ولعل أبرزها منطقة البحر الميت أخفض بقعة على وجه الأرض، حيث تتميز بدرجة حرارة دافئة طيلة العام، أشعة شمس مفيدة، هواء جاف مشبع بالأكسجين، وماء بحره وشاطئه الشهير بالطين الأسود الغنيان بالأملاح والمعادن باعتبارهما مصدرين مهمين للاستشفاء الطبيعي، بإشراف مجموعة من الأشخاص المختصين الموجودين في المنتجعات المنتشرة في محيطه. في الأردن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه تتوزع عدة نقاط للسياحة العلاجية، والتي تشتهر بالمنتجعات والعيادات الطبية، وتوفر خدمات مختصة بتقديم علاج للأمراض المختلفة كحمامات معين ومنطقة الحمى الأردنية وحمامات عفرة. المملكة تتمتع أيضا بشبكة طبية مشهورة بخدماتها في كل من القطاعين العام والخاص، حيث تحتوي على 103 مستشفيات، 64 منها في القطاع الخاص تضم المتخصص بعلاج أمراض معينة باستثمارات تقدر ب3 مليارات دولار، بالإضافة إلى حوالي 700,000 مركز صحي بمختلف المحافظات. هذا الواقع الإيجابي لا يخلو من المنغصات والعقبات والمشكلات، فعائدات المملكة من السياحة العلاجية بنهاية العام الماضي قد تراجعت بنسبة تقارب 35% بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة. مسؤولون أوضحوا أن الأردن نجح بأن يكون مركز جذب للسياحة العلاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتين إلى أن القطاع الخاص يمتلك نحو 65% من المستشفيات والمراكز الصحية التي يعمل فيها نحو 35,000 موظف، 97% منهم أردنيون. السياحة العلاجية تعد إحدى أهم ركائز السياحة في الأردن، فما يميز الأردن في هذا المجال يضعها على خارطة وجهات سفر المرضى وطالبي الاستجمام والطبابة، إلا أن هنالك تراجعا في عائداتها بنسبة كبيرة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول قدرة الأردن على الاستفادة من مصادره الطبيعية، وكيف يمكن أن ننهض بالسياحة عموما والعلاجية على وجه الخصوص مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن. نناقش في حلقة اليوم واقع السياحة العلاجية، ما هي نقاط القوة التي تميزها ويجب تعزيزها، وما هي نقاط الضعف التي يجب أن نعالجها؟ ما هو دور القطاع الخاص في النهوض بالسياحة العلاجية، وأين يكمن دور القطاع العام في هذا الخصوص؟ بالإضافة إلى التساؤل عن دور الحكومة ومجلس النواب في التشريعات المساعدة للاستثمار في هذا المجال. كل هذا وأكثر نناقشه مع ضيفينا، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، وأيضا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سعادة مرزوق الدعجة. نبدأ الحوار بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. إذا نعود إلى حلقتنا لهذا المساء والتي نناقش فيها السياحة العلاجية في الأردن. اسمحوا لي أرحب بضيوفي الكرام، ومعنا رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري. أهلا وسهلا بك دكتور. وأيضا عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سعادة مرزوق الدعجة. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. إذا بداية، يعني نتحدث، نصف السياحة العلاجية عادة بالعصب الرئيس للسياحة في الأردن. دكتور، يعني أتوجه لك بالسؤال بداية، كيف
نصف واقع السياحة العلاجية في الأردن؟ ما في شك أنه الأردن خطى خطوات كبيرة في موضوع السياحة العلاجية، بحيث أنه نحن اليوم نتبوأ المرتبة الأولى على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز جاذب للسياحة العلاجية. والحقيقة أنه في العام 2015 اللي هو كان يعتبر يعني من أفضل الأعوام بالنسبة لهذا القطاع، تجاوز عدد المرضى القادمين للعلاج في المملكة عن 250,000 مريض. والمهم أنه هؤلاء 250,000 مريض ما بيجي المريض لحاله، كان معهم 400,000 مرافق، يعني بالمجمل بنتكلم على حوالي 750,000 شخص اللي دخلوا المملكة بغايات العلاج أو مرافقين لهؤلاء المرضى. الأردن استطاع أنه يحصل على جائزة أفضل مقصد للسياحة العلاجية على مستوى العالم، لأنه كان في إنجاز كبير حصل خلال السنوات الأخيرة الماضية، اللي هو قدرة الأردن على استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى اللي قدموا للعلاج في الأردن نتيجة الظروف الإقليمية اللي صارت في المنطقة العربية وخاصة في الشقيقة ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من الدول. فكان تكريم للأردن بهذا الشيء أنه استطعنا نحصل على هذه الجائزة. أيضا من الأمور اللي نجحنا فيها أنه تم انتخاب الأردن لرئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية. المجلس العالمي للسياحة العلاجية يضم 30 دولة في عضويته، تشمل جميع الدول التي تعنى بالسياحة العلاجية. فانتخاب الأردن لرئاسة هذا المجلس اللي حاليا احنا بنترأسه هو يعتبر شهادة عالمية دولية بمكانة الأردن كمركز متقدم في مجال السياحة العلاجية. عشان هيك احنا بنستضيف المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية اللي حيعقد الشهر القادم إن شاء الله في 25/2 تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وحيكون في حضور حوالي 500 مشارك من أكثر من 30 دولة من مختلف دول العالم حيحضروا في هذا المؤتمر في عمان لمناقشة كل ما يتعلق في السياحة العلاجية وبأنواعها المختلفة. السياحة العلاجية هي رينج واسع الحقيقة من أنواع العلاج والاستشفاء، وطبعا يعني بنتحدث عنها لاحقا كتعريف للسياحة العلاجية ومضامينها المختلفة، لأنه بالفعل هي السياحة العلاجية تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد، واليوم هي بتشكل 3.5% من الناتج القومي الإجمالي. وبالتالي أنا بعتقد أنه هاي المكان اللي وصلها الأردن لازم نحافظ عليها ونعزز مكانتنا كمركز متقدم للسياحة العلاجية بالمحافظة على الأسواق التقليدية اللي بتخص الأردن باستقطابها من الدول العربية والدول المجاورة، لكن أيضا لازم نصل إلى أسواق جديدة ودول أخرى سواء في أفريقيا أو في أوروبا أو في غيرها من الدول. نعم، أشكرك دكتور، يعني لخصلنا الواقع الحالي للسياحة العلاجية بكلمات جدا قيمة. سعادتك أتوجه إليك، يعني الدكتور ذكر نحن في الأردن المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأيضا شمال إفريقيا، وكان في عام 2015 تجاوزنا 250,000 مريض غير المرافقين طبعا، وهذا ما يشكل الرقم المهم وهو 3.5% من الناتج القومي الإجمالي. نظرا لهذا الواقع الذي نتحدث عنه للسياحة العلاجية، برأيك هل توافق هذا الواقع بالتحديد كعصب رئيسي في الأردن للسياحة بشكل عام؟ وأيضا أين وصلنا بالاستثمار في دعم الاستثمار للقطاع السياحي طبعا بشكل يعني عام؟ إذا بدنا نتحدث إحنا عن السياحة العلاجية، وتحدث أخوي وعزيز علي الدكتور فوزي وهو رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، وأنا من الناس اللي بثق بجوز فيك كإنسان دكتور محترم، خلينا نتحدث يعني شو هي السياحة العلاجية. السياحة العلاجية يعني هي الجهة المعنية بتوافد المرضى سواء كانوا العرب أو الأجانب، بالتالي من أجل تقديم خدمة العلاج. بالسابق خلينا نتحدث أنه كان هناك يعني بالثلث الأخير من القرن الماضي أتحدث أنه كان عندنا فقط المدينة الطبية، مستشفى الجامعة الأردنية، بعض المستشفيات الخاصة. الآن تقدم عندنا يعني الطب وتقدمت المستشفيات وصار هناك يعني بصراحة نقلة نوعية بالأردن. هاي النقلة النوعية بصراحة المستشفيات الخاصة الآن يأخذوا 95% يعني بيقدموا الخدمات، سواء كانت لأنه أولا في عندنا كوادر طبية قادرة على المعالجة، سمعة الأردن مصدر جذب واستثمار بصراحة. الأردن يعني استطاع أنه هو يشبك مع كل الدول، بالإضافة إلى الأمن والاستقرار اللي هو موجود عندنا بالأردن. نتحدث إحنا عن اقتصاد وهي تعتبر رافد بصراحة من الروافد الاقتصادية إذا ما عملنا عليها صح بالشكل الصحيح. وأنا بتحدث أنه آن الأوان إلنا، أنه لأنه كان في 2015 كان عندنا 250,000، في حين أنه السنة هذه تراجع إلى 150,000. خلينا نتحدث يعني بشكل، فهناك تراجع. شو سبب التراجع هذا؟ إذن معناته في هناك معيقات.
احنا ما بدنا معيقات للاستثمار، وبصراحة دائما جلالة الملك يطرح انه ما بدنا معيقات للاستثمار. الان يعني يعتبر الاردن خاصة بالنسبة كمركز يعني جاذب للسياحة العلاجية بصراحة ايش يرفع الراس. الاردن حصل على الجائزة الاولى، الاردن الان بده يعقد المؤتمر، دليل على انه الاردن يحظى بسمعة طيبة وهناك تميز بصراحة. نعم. انا يعني عندما انت تشاهد بالدول النامية او الدول الان هاي، بالتالي انه ايضا في الفاتورة، فاتورة العلاج هي اقل من المستشفيات اللي موجودة بالخارج. صحيح. ايضا الخدمة اللي تقدم هي الافضل بالنسبة للاردن. انا بقول انه السياحة العلاجية يجب ان نهتم في هذا الجانب بصراحة اكثر من بقية الجوانب، لانه احنا نتحدث الان الوضع الاقتصادي عندنا بالاردن سيء، بالمقابل ما ظل عندنا شيء إلا نستثمر إحنا الخدمات هذه اللي موجودة، والإنسان الطاقات البشرية ما شاء الله الموجودة عندنا هنا هي نرفع رأسنا فيها، بالإضافة لخدماتنا يجب أن نستثمرها بالشكل الأفضل، لأنه الآن إحنا معتمدين على أنفسنا بصراحة. صحيح. نعم. طيب سعادتك، إحنا حتى الآن نتحدث في نقاط قوة حقيقة في نعم. تميز يعني هذا القطاع. نعم. يعني إذا بدنا نستعرض بعض الأرقام للمتابعين، في القطاع الخاص لدينا يعني إحنا تقريبا عندنا 103 مستشفيات في كافة مناطق المملكة، نتحدث عن 66 مستشفى خاص موزعين نعم. ما بين محافظات المملكة. نعم. لكن حتى الآن بما أنه إحنا حصلنا على جائزة ونحن يعني نشكل رافد لهذا القطاع. نعم. ويعني تصنيفنا بمرتبة عالية جدا، لكن الأرقام في تراجع. نعم. وخاصة من الأشقاء في الدول العربية. نعم. اللي بيعرفوا أنه إحنا بلد آمن ومستقر والموارد البشرية موجودة وكل شيء متاح، إذا نعم. ما هي التحديات ولماذا نحن الآن في تراجع؟ سعادتك تحكي لي بعض التحديات ونرجع لإلك دكتور لحتى نشوف من منظور. أولا يعني بدي أتحدث وبكل صراحة وكل شفافية، وتعودت أني أنا ما بخاف بالحديث. الآن موضوع التأشيرات اللي هناك في إعاقة بموضوع التأشيرات بالنسبة للمرضى الوافدين من برا. الشيء الثاني لابد من تحديث التشريعات بصراحة، لابد من تشريعات تكون ناظمة. ثلاثة لابد من خلينا نحكي أنه الآن كل الأطراف المعنية سواء كانت وزارة الصحة أو جمعية المستشفيات الخاصة أو نقابة الأطباء أو النقابات الموجودة المهنية، لابد وزارة الداخلية، لابد من الجلوس الآن وبالتالي نضع حل لهذه المشكلة. عندما أتحدث أنا عندي حوالي يعني المستشفيات الخاصة 95%، قديش فيها كوادر بشرية، قديش فيها كوادر صحية، قديش فيها كوادر طبية، بالتالي يعني هي ماخذة جانب كبير من البطالة الموجودة اللي احنا نتحدث عنها. الآن الأوان لنا أنه نضع النقاط على الحروف، وأنا أتصور أنه في معيقات بصراحة للاستثمار وللسياحة العلاجية من خلال اللي هي التأشيرات اللي تمنح للمرضى الوافدين سواء كانوا من الدول العربية أو الأجنبية. بحجة إيش؟ بحجة الأمن. يا سيدي أنا لما بدي يدخل الشخص عندي، إذا أنت خايف من موضوع الأمن ما في مشكلة، إحنا يهمنا الأمن والاستقرار بالأردن. نعم. بالمقابل أنا يهمني كمان الأردن أنه ظلي دائما قوي. لكن إذا بدي أنا الأطفال هسا بمصر، بجوز كنا نتحدث بمصر الأطفال اللي ما دون سن 13 أو 14 سنة 15 سنة الآن ما بده شيء، هذا أنت مش خايف منه. النساء نفس الشيء، يعني أنت أنطيهم التأشيرة مباشرة، ليش ما تعطي الكبار السن مثلا اللي يعني تجاوز 60؟ هل تجد ان الشروط للزوار نعم. يعني تقريبا نعم. صعبه، يعني مثلا العمر اللي انت ذكرته، هل يشترط نعم. وجود مرافق لهذا العمر ما بالزبط. دام قاصر مثلا بالزبط. تحت 18 عام وكذلك المراه بالضبط. يعني هذول الناس كمان بالاضافه، احنا نتحدث الان عن سياحه علاجيه، السياحه العلاجيه ما تشمل الان قاعدين يشغلوا بجوز اكثر من 12 او 13 مهنه، مش بس المستشفى اللي قاعد يشتغل الآن، الشقق الفندقية بتشتغل، الفنادق، المستشفى، البقال تبع الخضار، تبع الملابس، لأنه في معاهم مرافقين أيضا هذولا الناس. يعني إحنا نعمل حركة بصراحة بالسياحة العلاجية للأردن. لكن إذا ظلت التأشيرات هي الآن سبب التراجع اللي هو عدم منح التأشيرات، أنا مع أنه يكون في أمن واستقرار، لكن بنفس الوقت أنا ما بدي أنه هذا الشيء يكون عائق. الآن في بعض الدول، أنا بيوم الأيام في دكتور إبراهيم آدم وهو طبيب أعصاب ومستشار هذا الشخص، فقال أنا مستعد أجيب للأردن كل أسبوع طيارة من تشاد أو من المناطق هاي كل أسبوع، لما يجيب بده طائرة 250 شخص. شوف ال 250 شخص على في شهر، هي إجاكي 1000 شخص، ال 1000 شخص هذولا كل شخص بجوز مش أقل من 30 ألف بجوز تكلفته، هيك بكلف لأنه هو على حسابه الخاص.
بالتالي لابد الآن آن الأوان أنه نضع النقاط على الحروف، وبالتالي أنه بنفتح هذا الملف، والقطاع هذا يجب دعمه صحيح بالشكل المضبوط. وأنا بحكي أنا وزملائي في مجلس النواب إحنا على أتم الاستعداد، كل ما يطلب منا من أي تشريعات إذا كانت تخدم، لأنه تخدم هذا القطاع، تخدم المصلحة العامة، تخدم أبناء الوطن، تخدم الكوادر الطبية. إحنا عندنا هجرة الآن بالكوادر الطبية، المستشفيات الخاصة الآن قاعد تستقطبهم وقاعد تعطيهم رواتب أكثر، وبالتالي الآن حافظت على هاي الكوادر بدل ما تخرج من الأردن وتطلع برا. الآن آن الأوان ستي أنه إحنا نشتغل صح بصراحة. نعم دكتور فوزي، يعني سعادة النائب أوضح مجموعة من النقاط، ويعني بعضها ترتيبات لوجستية وغيرها من الأمور المهمة، وسنتحدث طبعا عن يعني الدور الحكومي ودعمه لهذا القطاع، ولكن لديك مزيد من التحديات لتضيفها على ذلك؟ ستي ما في شك أنه إحنا عندنا كنز، أنا بعتبر أنه السياحة العلاجية ثروة وطنية لابد له أنه إحنا نحافظ عليها ونروجها ونسوقها صح. بداية يعني أنا بستغرب أنه لليوم لا يوجد موازنة في موازنة الحكومة الأردنية لتسويق السياحة العلاجية. هل تعلمي أختي أنه كل النشاطات التسويقية اللي منقوم فيها الآن تقوم فيها جمعية المستشفيات الخاصة والمستشفيات الأعضاء على نفقتها الخاصة؟ أنا بعتقد أنه في مسؤولية على الجهات ذات العلاقة أنها تدعم تسويق الأردن، لأنه في دول أخرى بتنافسنا. من التحديات سيدتي أنه في عندنا دول الآن مثل تركيا، نعم، دبي، تعمل الآن أنها تستقطب المرضى اللي كانوا تقليدياً بيجوا على الأردن. هلأ إذا بتروحي على إسطنبول بتشوف المستشفيات التركية ملأة بالمرضى الليبيين والعراقيين واليمنيين وغيرهم من الجنسيات العربية. هذول أصلاً كانوا مرضانا وكانوا جايين على الأردن. نعم. فرض التأشيرة وتقييد الجنسية بالنسبة لهذه الدول جعلتهم يتجهوا إلى دول أخرى، ليس فقط إلى تركيا. تخيلي أنه المريض اللي إحنا ما عم نعطي تأشيرة ثانية بيكون بفرنسا وبألمانيا وبالهند. طب يعني الهاجس الأمني زي ما تفضل سعادة النائب مهم، لكن مش لدرجة أنه نسكر على حالنا وخلص أنه والله ما بدنا نشتغل ما بدنا نستقبل حدا. التجربة المصرية بإعفاء الأطفال دون سن 15، كبار السن فوق 50، النساء من التأشيرة، لماذا لا يطبق في الأردن؟ هذا أضعف الإيمان. الأمر الآخر أنه إحنا صار في عنا هجرة كفاءات، وصار عنا نقص في بعض المهن. يعني لما نطلع مثلا التمريض الإناث، في عندنا نقص وحاجة ماسة اليوم لتمريض الإناث، وهل نستبدل ولا يسمح لنا الجنسيات الأردنية بجنسيات أخرى يعني لا يسمح لهذا الشغل؟ غير مسموح، يعني مش مسموح أنه المستشفى يجيب ولو نسبة بسيطة. يعني إحنا طلبنا مثلا 10% من الكادر، يعني مستشفى فيه 400 ممرض أردني يسمحوا له ب40، 10% ممرضات 10% فقط ذكور فقط، لانه في نقص. احنا يعني لو في حاجه ما بنطلب انه احنا نطلب ممرضات من الخارج، لكن لما بصير في حاجه انا بعتقد لابد انه يكون في سماح بنسبه معينه تغطي احتياجات المستشفيات. الامر الاخر ارتفاع الكلف على المستشفيات شكل عبء على هذه المستشفيات. يعني انا بدي اعطيك مثال واحد بالنسبه لارتفاع الكلف. اليوم المستشفيات الخاصه تدفع سعر الكهرباء 26 قرش للكيلو وات، الفنادق بتدفع 9 قروش، المصانع بتدفع 6 قروش، المولات التجارية بتدفع 12. طب ما هو المنطق انه قطاع يعني اغلى اغلى القطاعات هي اعلى قطاع اليوم، نعم، هي قطاع المستشفيات قطاع الصحي وبعد. يعني ما في اي منطق، لانه هذا قطاع مهم حيوي يمس حياة الناس، وما بنقدر نرفع أسعارنا كمان لأنه الناس بتجد من ارتفاع الأسعار، وبالتالي الأصل أنه يكون على الأقل ساويني بالقطاعات الأخرى. دكتور إذا تسمح لي، يعني في كثير يعني أخبار تتحدث عن الكلفة العلاجية، نعم. هل برأيك يعني هذا يعني تعزو هذا السبب بسبب ارتفاع التكلفة على المستشفيات أو على القطاع بحد ذاته، أم أنك تجد الأسعار مناسبة حتى للزوار من الخارج؟ أسعارنا منافسة جدا. أول شيء إذا بنطلع على المرضى اللي بيجوا من برا يجدوا أسعارنا أقل بكثير من أسعار البلاد اللي هم عايشين فيها، وما بدي أقارن مع أمريكا وأوروبا لأنه إحنا كتير أقل منهم. إحنا ثلث الأسعار اللي في دبي، إحنا 50% من الأسعار اللي بالسودان. شو رأيك؟ أقل الأسعار هون بالأردن، نعم. بصراحة بالإضافة لجودة الصحة الموجودة. طب إذا بدنا يعني نقرب المعيار أكثر، هل بإمكان المواطن الأردني طبعاً بالمستوى يعني الحد الأدنى من الأجور، خلينا نحكي، أن يتحمل تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة؟ يا ستي إحنا أكثر من 80% من إدخالات المرضى في المستشفيات الخاصة هم أردنيين. جزء منهم عندهم تأمين صحي وجزء منهم يعالجوا على نفقتهم الخاصة. سيدتي أسعار العلاج في الأردن معقولة جداً،
يعني لما تكون كشفية الاستشاري الأخصائي 20 دينار، أنا ما بعتقد أنه رقم كبير بالنسبة لواحد درس 15 سنة بعد المدرسة مشان يصير استشاري. لا، هي قصد الدكتور أنه اللي يأخذ الحد الأدنى من الأجور أنه يستطيع أنه يتعالج، إذا مش مؤمن ما يستطيع يعني أنه يتعالج. يعني إذا متوسط دخله على لا لا ما بقدر يتعالج. نتكلم عن الحد الأدنى، بس اللي معاه تأمين يستطيع أنه يتعالج 100%. الشخص اللي ميسور الحال يستطيع أنه يتعالج. بالعكس، أنا يعني أنت لما تروح على مستشفى تخصصي أو أي مستشفى، وإحنا مش بقصد الدعاية يعني، أنت لما تروح تدفع كشفية 15 20 دينار زيك زي بتراجع عيادة خاصة. يعني لما بدك تاخذ عيادة خاصة تختلف التكلفة إذا كان المريض من جنسية أخرى غير الجنسية الأردنية؟ طبعا تختلف أكيد. إحنا الحقيقة حسب التسعير أظن، مش هيك دكتور؟ حسب نقابة الأطباء، أجور نقابة الأطباء نعم. فيها حد أدنى وحد أعلى نعم. ضمن التسعيرة ضمن القانون، يعني إحنا مش عاملين تسعيرتين، لكن الحد الأدنى يعطى للمريض الأردني أردن. اللي هو يعني وضعه زي ما تفضلتي، واحد تاني اللي هو مقتدر أو مريض غير أردني بيدفع الحد الأعلى، والفرق بينهم يتراوح بين حوالي 30 إلى 35% بين الحد الأدنى نعم. والحد الأعلى مش كتير. بس بالتأكيد يعني بالتأكيد أسعار العلاج عندنا منطقية ومعقولة جدا. لا بل هي من أهم الأسباب أيضا اللي بتخلي الناس كمان بتحب تيجي على الأردن، لأنه يعني عم بياخذوا جودة عالية بمستوى أفضل المستشفيات في العالم وبأسعار قليلة جدا. يعني احنا بنستعرض حقيقة في الأسباب أو التحديات، لأنه الجميع لا يستطيع تحديد السبب، يعني فيصير في نقاش ما بين القطاع الصحي بحد ذاته ما بين الناس. لكن لفتت نظري معلومة الدكتور تفضل فيها، وهي عدم وجود موازنة. يعني سعادتك فعلا لا يوجد موازنة للقطاع للسياحة العلاجية. يعني أنا يعني إحنا كنا نناقش قانون السياحة هذاك اليوم وبدي أتحدث عن هيئة تنشيط قطاع السياحة وهي جزء لا يتجزأ من وزارة السياحة. الأصل في هيئة تنظيم قطاع السياحة بصراحة أنه تكون هي راصدة لهذه الأمور، يعني إلها دور أنها ترويج السياحة العلاجية بالدول العربية والدول الأجنبية، عقد المؤتمرات، عقد الندوات، استقطاب الوافدين من الخارج من أجل يعني إحنا نتحدث عن سياحة اسمها سياحة، وبالتالي هي رافد من روافد خلينا نقول خزينة الدولة وموازنة الدولة، تندرج ضمن مظلة السياحة طبعاً الترفيهية. طبعاً أنا ضد أي هيئة بصراحة. الهيئات المستقلة الآن إحنا في اللجنة الإدارية بصراحة ماشيين الآن في طريق إنه هاي لازم تندمج مع الوزارات، حتى انه احنا نستطيع انه انا لما بدي احاسب وبدي اشتغل بدي احاسب الوزارة. الوزير هو المعني بهذا الشيء. اليوم انا كان لي حديث مع وزير الصحة لما تحدثت معه انه كم النسبة اللي تعطوها للمستشفيات الخاصة في حال انه احنا خلينا نقول في عندنا نقص، لانه الان الطلب على الفتيات 70% خلينا نقول و30% على الذكور. ليش؟ الفتيات الان في عندك قسم النسائية والتوليد فتيات، قسم الاطفال، قسم العمليات، الاي سي يو، الخداج، الآن مطلوب هذا الحكي. الآن بصير نقص احنا بالفتيات. الآن بجوز لو في 100 او 200 الدكتور فوزي من الصبح بجمعية المستشفيات الخاصة بيعينهم، انا بحكي هيك، لكن عندنا نقص. اليوم تحدثت معاه قال لي احنا نسمح 10%، فيفترض انه يعطوهم 10%. انا مع تشغيل الاردنيين، مع تشغيل البنات الاردنيات، مع تشغيل الشباب الاردني، لكن احيانا اذا صار في نقص انا كمان مع خدمة المريض بصراحة، لأنه كمان المريض هو أردني. طيب دكتور إحنا بنتحدث عن النقص يعني بسبب هجرة الكوادر التي تتحدث نعم عنها. نعم ستي، أنا بدي أحكي لك كفاءات. أنا يعني بدي أحكي لك ستي، خلينا نتحدث بكل صراحة. الآن إذا بدك تقارن أنت الكوادر الطبية في يعني هجرة مش طبيعية، لأنه بالقطاع الخاص رواتب تختلف، وبرا كمان رواتبها بتكون مضاعفة أضعاف. صحيح. بالتالي الطبيب يعني يفترض، أنا دائما بقول يفترض أن نحفز الأطباء، بنحفز الكوادر التمريضية، بنحفز العاملين بالقطاع الصحة، حتى أنه أنا أظني كسبان وهذا الشخص. صحيح. ما بدي أنا خبراتي، إحنا عندنا أيدي عاملة وكوادر عاملة وأيدي نظيفة بصراحة وعقول نظيفة، ليش أنا أخليهم يهاجروا من الأردن؟ والسبب هو دائما المادة بصراحة. لما بدي أتحدث طبيب لما يكون اختصاص بده يأخذ خلينا نقول في وزارة الصحة سبيل المثال 1000 أو 1500 دينار. الآن حتى في مستشفيات وزارة الصحة الآن في نقص بالكوادر الطبية والتمريضية. صحيح. والسبب هي هجرة الكفاءات عندنا من الأردن، والسبب هو أيضا هو وضع مادي بحت بامتياز. بالتالي أنا إذا قدرت أحسن وضعه يفترض أني أشوف وين نقاط الضعف اللي موجودة، يفترض أني أحفز الطبيب، أحفز الممرض، أحفز الأشخاص اللي معنيين بالقطاع الصحة، لأنه قطاع كبير وقطاع واسع. إحنا نتحدث عن أكبر القطاعات بالأردن، يعني قطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة هو أكبر القطاعات. بالتالي أنا أتصور أنه يجب أن نحافظ على هاي القطاعات وبالتالي نحفزهم حتى نضل إحنا كسبنين أبنائنا ما بيهاجروا خارج الأردن ونستفيد من خبراتهم. العقول الأردنية الآن كل الدول برا قاعدة تستفيد من خبراتهم ومن علمهم
ومن طاقاتهم اللي موجوده بصراحه اللي هي مش موجوده ولا في اي دوله عربيه. واحنا كنا نحكي يعني بنقاشنا قبل ما ندخل قبل ما نبلش الحلقه كنا عم نحكي انه احنا من الدول اللي يعني راس مالها الموارد البشريه والكفاءات. ما ظل عندنا ست شيء. نعم، الان احنا فش عندنا الكفاءات. بترول فش عندنا، حتى المياه شحيحه عندنا بالاردن. صحيح. الان ظل مين عندنا؟ ظل عندنا الكوادر البشريه. طيب الكوادر البشريه خلينا نحافظ عليها، خلينا نعطيها دورها، خلينا نعطيها حقها، خلينا نميزها. الناس اللي اصحاب العلم والاختصاص والخبره والكذا خلينا نميزهم هذولا. طيب بالحديث عن القطاع الخاص، لانه احنا يعني القطاع الخاص يمتلك تقريبا 65% من المستشفيات والمراكز الصحيه. يعني دكتور فوزي، اين القطاع الحكومي من هذه المعادله؟ يعني بالنظر الى القطاع بتحدياته بمشكلاته بالتراجع الحادث حاليا والحاصل، لابد من ان يكون هناك دور تكاملي ما بين القطاعين بشكل عام. نعم ستي، الحقيقه انه البيئه الاستثماريه على مدى السنوات كانت محفز للاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة، وهذا اللي جعل أكثر من 60% من مستشفيات المملكة هي مستشفيات قطاع خاص. وهذا يمكن قليل من دول العالم اللي تجد فيها عدد المستشفيات الخاصة أكثر من المستشفيات الحكومية والعسكرية والجامعية مجتمع. اليوم حجم الاستثمار في المستشفيات الخاصة يزيد عن 3 مليار، عدد العاملين اللي على الرواتب بأخذ رواتب من المستشفيات الخاصة 35 ألف. 35 ألف من المهن المتقدمة، يعني أطباء وتمريض وصيادلة، 97% منهم أردنيين. من أعلى نسب التشغيل الأردنيين هي القطاع المستشفيات الخاصة. القيمة المضافة في قطاع المستشفيات الخاص أعلى قيمة مضافة في أي قطاع آخر، لأنه إحنا معظم دخلنا أو مصروفاتنا تعتبر رواتب وخدمات تصرف داخل البلد. ستي، إحنا في تكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، يعني في اتفاقية موقعة من 2008 بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة. إذا كان المريض مؤمن من الدرجة الأولى أو الفئة الخاصة يعالج في المستشفيات الخاصة ضمن ترتيب معين. إذا المريض ما في عنده سرير في مستشفيات الحكومة يحول إلى المستشفيات العسكرية، وإذا ما في بيتحول للقطاع الخاص. نعم. إذا إجا حالة طارئة كمان بيقدر يتعالج في المستشفيات الخاصة، وبالتالي إحنا بنكمل بعض. لو هاي المستشفيات الخاصة مش موجودة، الدولة مجبرة تبني اليوم 66 مستشفى مشان توفر هاي الخدمة، ولازم يتعين 35 ألف موظف اللي أنا مشغلهم بكرة بدهم فرص عمل، لأن هذول ولا حيصيروا بطالة، يعني عن عدد لا يستهان به. فإذا بتحكي عن فرص العمل، يعني أنت لسه كنت عم تحكي ساعاتك بقديش إحنا عندنا نقص كفاءات، فما بالك بالزبط. يعني نسبة بطالة كمان بدنا نحكي عن نسبة البطالة، ارتفاع نسبة البطالة بصراحة. نعم. هذا الشيء اللي ترى على فكرة بالملف الاقتصادي اللي الآن عامل قلق للأردن وعامل إرهاق وعامل بصراحة. صحيح. أنا الآن لما أطلع هذاك اليوم كنت أنا باجتماع جبنا ديوان الخدمة المدنية بسألهم، بيقول لي يعني حوالي 350 ألف الآن اللي ينتظروا على الدور، بالمقابل في زيهم كمان 350 ألف الآن بالقطاع الخاص يعملوا. طيب لمتى هذول بدهم يضلوا؟ لمتى بدهم ينتظروا؟ بصراحة تعيينات الدولة موقوفة، ما ظلش تعيينات الآن 70% سيدي من موازنة الدولة هي رواتب. والقطاع الخاص إذا إحنا ما حفزناه وشجعناه ما هيقدر يعين. لابد ما تكون في شراكة حقيقية ما بين القطاع الحكومة والقطاع الخاص بصراحة، شراكة حقيقية، وبيكون هناك تسهيلات بصراحة حتى أنه نقدر نستقطب أكبر عدد ممكن من الشباب. خلينا نقرب الأمثلة يعني قدر المستطاع. إحنا دائما نتحدث عن الشراكات ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، ونتحدث عن ضرورة الدعم، لكن حقيقة في هذه المسألة بالتحديد، يعني إذا تحدثنا عن دعم الحكومة للقطاع الخاص لتمكينه أكثر فأكثر، يعني كيف ترى هذا الدعم؟ كيف شكله بده يكون؟ خاصة لك دكتور، هلا رح أرجع لك لحتى تجاوبني على هذا السؤال، وسعادتك يعني كيف ممكن نسهل لحتى نرجع ندعم الاستثمار بشكل واضح؟ يعني أولا خلينا أحكي لك، لما بدي أتحدث عن الاستثمار، يعني في مصر الآن يعطوا المستثمر 10 سنوات يعفوه من كل شيء، الضرائب وبجوز الكهرباء والبنية التحتية. الآن مع الأسف الشديد أنه خلينا نحكي أنه بجوز رسوم الكهرباء مرتفعة على المستشفيات الخاصة، البنية التحتية هي مش موجودة، التسهيلات هذه مش موجودة بصراحة، في قيود الآن. يعني قبل شوية نحكي إحنا إنه بدنا مرضى من برا من الدول المجاورة والدول العربية. طيب هذه مش دور الحكومة في هذا الموضوع إنه هم يعطوا تأشيرات، بالتالي أنت يا سيدي دورك الأمني ومارسه، ما عندي مشكلة إذا أنت كحكومة وكذا مارس دورك الأمني، ما عندي إشكال بالموضوع هذا. نعم. لكن بالمقابل أعطي تسهيلات للقطاع الخاص حتى نتعاون ونكون شركاء في هذا الموضوع. شو بده القطاع الخاص؟ لأنه راح يستوعب
ضمن اتفاقية، تعمل اتفاقية انت وياه. انا بدي اقول للدكتور فوزي، انت رئيس جمعية المصرفيات الخاصة، يا اخي انا بدي اشغل عندك نسبة 20% بالمقابل، انا بدي اعطيك تسهيلات 1 2 3 4. اذا انا اعطيته التسهيلات وبالمقابل راح يوافق على هذا الحكي، طيب ليش ما تكون الشراكة الحقيقية اللي فعلا مبنية على اسس صحيحة، وبالتالي يكون هم هالبلد وهمها الوطن والمواطن. نعم. خلينا نحكي في هذا الجانب. سعادتك رح نرجع لحتى نتحدث أكثر بتفصيل أكبر عن هذه النقطة بالتحديد، لكن الآن مداخلة بسيطة معنا عبر الهاتف. دكتور هاني الكردي، أمين عام المجلس الصحي العالمي. دكتور هاني أهلا وسهلا بك. هلو دكتور هاني، مساء الخير. مساء الخير ست غادة، ومساء الخير للضيوف الكرام سعادة دكتور فوزي الحموري وسعادة النائب مرزوق الدعجة. حياك الله يا سيدي، أهلا وسهلا بك دكتور هاني. بس اسمح لي أرجع أرحب فيك وحضرتك أمين عام المجلس الصحي العالي. نعم. معنا العالي. نعم. نعم دكتور هاني، كنا نتحدث عن واقع السياحة العلاجية في الأردن وذكرنا التحديات ومجموعة أيضا من الأمور التي من شأنها أن تدعم الاستثمار وتدعم هذا القطاع بشكل عام، سواء على الصعيد العام يعني والخاص أيضا. برأيك ما هو هذا الواقع وكيف بإمكاننا أن ندعمه بكلماتك البسيطة لو سمحت المختصرة؟ طيب ستي، احنا يعني أول شيء شكرا لك وتحية للأخوة المشاهدين. المجلس الصحي، بس أنا كلمتين، هو برسم السياسة الصحية للقطاع الصحي بشكل عام، إن كان قطاع عام أو قطاع خاص. وموضوع إحنا عملنا في المجلس استراتيجية وطنية للقطاع الصحي بمشاركة كافة القطاعات الموجودة في النظام الصحي. الاستراتيجية هي رود ماب، هي طريق أرض الطريق لكل قضية من قضايا القضايا الصحية. نعم. حطينا الهدف الرابع بالاستراتيجية إنه تحول القطاع الصحي من قطاع خدماتي إلى قطاع استثمار. حطينا عليه نقطتين أساسيات اللي هي السياحة العلاجية والصناعة الدوائية، لأنه هذه بتعمل عوائد على المجمل الناتج المحلي، وإحنا حطيناها كمان كمؤشر كإنديكيتر في رؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي التنموي مع البرنامج الحكومي 2016-2019. فهاي الأمور إحنا حتى يعني أي مشكلة كانت، إما بتكون عوائقها تشريعية أو تنظيمية أو مالية. لو جينا أخذنا موضوع السياحة العلاجية، أنا بتوقع إنه عوائقها تنظيمية، لأنه تشريعية التشريع موجود والأنظمة موجودة والتعليمات موجودة، الفلوس موجودة، يعني إن تكون القطاع الخاص عماله بيسوق السياحة العلاجية بطريقة ممتازة. والدكتور فوزي هو جمعية المستشفيات الخاصة قبل فترة عملوا اتفاقية مع عمان ومع كازاخستان ودعونا لهم، وكان في مؤتمر صحفي وراحوا لعمان وعمال وراحين لأفريقيا. ففي يعني نشاط كويس من قبل جمعية المستشفيات الخاصة في هذا الموضوع. الموضوع المهم جدا احنا لازم نعمله، لازم يكون موجود، انه يتكون مجلس السياحة العلاجية، وجميع الاطراف المعنية في هذا الموضوع لازم يكونوا على طاولة واحدة، لانه امور تنظيمية. نعم. يعني وزارة الداخلية مندوبها موجود، ويحطوا اسس في عملية حصول الفيزا او التأشيرات لاي مواطن كان، وضمن اسس معينة. كذلك جمعية الفنادق، جمعية المطاعم، جمعية السواقين والتكاسي، وكل الامور اللي لها علاقه بالسياحه العلاجيه. هذا المجلس لازم يكون له باور قوي، يعني مدعوم من الجهات الحكوميه، من وزاره الصحه، من مجلس النواب، من مجلس الوزراء، لانه هذا بعيد بيعمل تشغيل عماله كبيره، مش بس داخل قطاع المستشفيات. نعم. حتى اللي هي بالخدمات، المطاعم والفنادق والتكاسي، كل الامور اللي بتحط عمليه حركة المواطنين أو السياح اللي بيجوا للعلاج داخل الأردن. هذا الشيء نوع من العجلة الاقتصادية والدخل لجميع الفئات، مش بس لقطاع المستشفيات. فإحنا المجلس الوطني للسياحة العلاجية، وإيش بتكون تسموه أي اسم آخر، بس هذا أساس لازم يكون موجود، ولازم يكون في له. نعم دكتور هاني. أو نظام أو كذا حتى ينطلق للعمل. نعم أشكرك دكتور هاني. التحدي الأخير تفضل. نعم. التحدي الأخير هو أن الموارد البشرية، إحنا صراحة عندنا في نقص، واللي موجود عندنا لازم إحنا نأهله وندير بالنا عليه وندرب، ولازم نجيب ناس كمان كفاءات، يعني في بعض الإدارات الصحية وبعض
الأماكن في المستشفيات بحاجة إلى مثلا عندك. نعم دكتور هاني، نعم وضحت يعني التحدي الأخير والفكرة. دكتور هاني الكردي أمين عام المجلس الصحي العالي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نتوقف مع فاصل قصير ونعود لنستكمل الحوار مع ضيوفنا الكرام. أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن ما زلنا نتحدث عن واقع السياحة العلاجية في الأردن. نعود للحديث بتفاصيل أكبر سعادة النائب، أعود وأسألك عن دور مجلس النواب. نتحدث هنا عن مراقبة عمل المستشفيات الخاصة، المراكز العلاجية، الدور في محاسبة وزارة الصحة أيضا في بعض الأحيان، علما أن وزارة الصحة قد استحدثت مديرية، هذه المديرية تعنى بالسلاح العلاجية، تهتم بشؤون المراجعين والزوار إلى المملكة، بتعمل لهم إرشادات، بتدلهم ما هي المناطق، التخصصات وتقييم الحالات وكل ذلك. نعم، يعني شكرا أول شيء للسؤال هذا. يعني الآن إحنا مجلس النواب هو الآن دوره مع وزارة الصحة بداية ابتداء، والآن وزارة الصحة يعني في اتفاقيات الآن، ودوره هو الرقابة على المستشفيات الخاصة، بالتالي مجلس النواب له الدور الأكبر في الرقابة بصراحة، لأنه إحنا نتحدث عن قطاع واسع وقطاع كبير، وبالتالي يستحق بصراحة أنه يكون هذا القطاع مراقب. حتى أنه يعني قبل شوية تحدثنا أنه الأردن يعني حظي بالدرجة الأولى، بالمركز الأول، بالجائزة الأولى. بدنا نحافظ على هذا المركز، وبدنا نحافظ على الجودة، وبدنا نحافظ على سمعة الأردن. الآن مديرية السياحة العلاجية اللي تتحدث عنها في وزارة الصحة، إحنا في عندنا الآن قوانين لوزارة الصحة تعنى بوزارة الصحة، وفي عندنا اجتماع احنا وزير الصحة بصراحة يعني بجوز بكرة أو بعد بكرة يوم الاثنين مع اللجنة، لجنة الصحة والبيئة، وأنا أحد أعضائها. الآن اللقاء هذا بدنا نتحدث عن نقص الكوادر الموجودة في المستشفيات. نعم. بالتالي إذا كانت مديرية عند المؤاخذة هي مش مفعلة، فيجب على وزير الصحة أنه يفعل هاي المديرية، وإحنا بدنا نشوف هاي المديرية بصراحة، بدي أشوف شو دورها، شو دورها مع المستشفيات، شو دورها مع السياحة العلاجية، شو يعني اسمها مديرية السياحة العلاجية. بدنا نسأل الآن شو قدمت، شو الشيء اللي قدمته هاي الوزارة، شو أعطت المديرية هاي، شو ملاحظاتها الآن الموجودة. يجب أن نكون هم بصراحة عندهم كل المعلومات التامة. احنا يعني في اتصال مباشر بيننا وبين وزير الصحة. وزير الصحة حقيقة الدكتور محمود الشياب يعني إنسان يتعامل بشفافية، ورجل أنا بعتبره إنسان صادق بصراحة، وبده يطور القطاع الصحي سواء كان القطاع وزارة الصحة أو القطاع الخاص. يعني هذا الرجل عندما سألته عن المستشفيات الخاصة قال لي والله بيقدموا يعني دور كبير ودور رافد لوزارة الصحة، وبالتالي أنا بعتز لما وزير الصحة والله يحكي بهذا الموضوع، وهو بعيد كل البعد أنه ما له أي مستشفى أو له مصلحة خاصة بهذا الجانب، هو المنظور تبعه أنه منظور وطني. هذه المديرية بصراحة إحنا يعني راحين نتابعها، وتحدث رئيس الجمعية اللي هو أمين عام المجلس الصحي العالي، دكتور هاني الكردي، تحدث عن لابد من وجود مجلس السياحة العلاجي. أنا بقول للدكتور فوزي لكونك رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، يا ريت تتقدم لنا سيدي إحنا للجنة الصحة، بالتالي إحنا نتبنى ولازم يتم إنشاء هذا المجلس، لأنه إذا وجدنا هذا المجلس بصراحة هو بيخفف كثير عن الأردن، بيخفف المعيقات، بيسهل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء كانت وزارة الصحة، المستشفيات الخاصة، المجلس العالي، وزارة الداخلية، وزارة السياحة، اللي هي أحيانا مع الأسف الشديد أنه يعني الأصل أنه وزارة السياحة هي اللي بتطالب بهاي الأمور بصراحة، لأنه هذا جزء من عملها وجزء من اختصاصها وجزء من القانون تبع وزارة السياحة. الأصل هي بتتابع هاي الأمور بصراحة، والأصل هي بتوقف، لأنه هذا إنجاز. أنا يعني لما بدي أكون أنا وزير سياحة، إنجاز أنا للأردن أنه أنا أستقطب، مش فقط أنه أنا بدي أودي على البحر الميت وبدي أودي على الحمامات معين، لا، كمان أنا في عندي قطاع كبير لما يشغل 35,000 وممكن كمان يشغل أكثر أعداد إذا أنا استقطبت يعني أعداد أكبر. نعم 65% من نسبة المستشفيات، يعني نعم نسبة واضحة، ويعني تتحدث عن 95% هم بيعالجوا المستشفيات الخاصة، بالتالي المستشفيات الخاصة لما أقول والله بتعالج 95% من الأردنيين ومن خارج الأردنيين، بالتالي هذا القطاع بصراحة يستحق منا أنه إحنا نوقف عند هذا القطاع، وبالتالي بنشوف كل المعيقات اللي موجودة. وأنا بوجه الدعوة للدكتور فوزي، جمعية المستشفيات الخاصة والمجلس الصحي العالي العالي،
أوجههم أنه بزيارتنا للجنة الصحية وحتى نشوف شو الطريقة اللي نستطيع أنه إحنا نقدم هاي الخدمة لهم ولقطاع الصحة بشكل عام نتحدث. نعم. لأنه كمان لما بدي أتحدث عن مجلس السياحة العلاجي هو للأردن، خلينا نتحدث. نعم. نتحدث عن الأردن مش بس للمستشفيات الخاصة. نعم. وإحنا جاهزين. إحنا بنشكر الدكتور هاني على هذا المقترح لأنه هي تم أخذه بعين الاعتبار أكيد على الهواء مباشرة، وهذا وعد يعني جاهزين من لجنة الصحة والبيئة أبداً. من مجلس النواب. وأنا يعني بمون على كافة زملائي رئيس اللجنة والزملاء أعضاء اللجنة إنه شو في شيء بينفع الأردن وينفع الشعب الأردني وبيطور الأردن وممكن يكون رافد إحنا معه. ما شاء الله. دكتور فوزي، كيف تجد دور هذه المديرية خاصة فيما يخص التشبيك مع القطاع الخاص؟ لأنه يعني إذا إحنا بنحكي بدناش نحكي عن الترويج والإعلان عن السياحة العلاجية وما إلى ذلك، لكن عندما تكون هناك مديرية أو وحدة تعنى بهذا الشأن بالتحديد في وزارة الصحة فلا بد من التشبيك اللي إحنا بندعي له من خلال القطاعين بشكل عام. هو الحقيقة أنه دور وزارة الصحة في هذا الموضوع دور رقابي أكثر ما أنه دور تنفيذي. يعني العملية السياحة العلاجية من ما نتواصل مع المريض في بلده لما يصل المطار ونستقبله بالمطار وكل الإجراءات اللي بتتم هي بيقوم فيها القطاع الخاص. مديرية السياحة العلاجية دورها أكثر رقابي وإشرافي وبالتالي ليس تنفيذي تفصيلي في عمل السياحة العلاجية، وخاصة أنه هذه المديرية في تواصل بسيط لأنه مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة كوادرها محدودة، ما في عندها مخصصات مالية، يعني ما بيقدروا يشاركوا مثلا بالنشاطات بالمؤتمرات بالمعارض اللي احنا احنا بنشارك فيها بشكل، يعني احنا خلال السنة اللي فاتت 2016 حوالي 19 نشاط اللي احنا شاركنا فيهم خارج الأردن في مختلف الدول العربية والأجنبية. يعني كنا في الجزائر، كنا بالخرطوم، كنا بالكويت، كنا في البحرين، كنا في عمان، كنا في في اليمن، كنا في كينيا، كنا في قطر، في عدة دول. وإحنا بنروح وين في نشاط، وين في مؤتمر، وين في معرض للصحة أو للسياحة العلاجية تجدينا مشاركين فيه. أيضا نستضيف وفود، يعني حكى الدكتور هاني شاركنا باستقبال وفد من عمان وكازاخستان قبل أسبوعين، كنا استضفنا مجموعة من الأشخاص المعنيين في عمان مثلا في الديوان السلطاني المسؤولين عن تحويل المرضى للخارج، استضفنا من وزارة الصحة العمانية رئيس الملحقين الصحيين في الخارج، استضفنا إعلاميين من عمان، وكذلك الأمر بالنسبة لكازاخستان جبناهم على الأردن زاروا المستشفيات، راحوا على البحر الميت، راحوا على البتراء، التقينا بوزير الصحة. هذا نوع من الترويج طبعا. هذا ترويج بالعكس، هذول لما بيجوا على الأردن وبيشوفوا أنشط من هي تنشيط قطاع يعني هذا الحقيقة. ولسه احنا في عنا كمان الشهر الجاي جايبين من الجزائر وجايبين من السعودية وجايبين من تشاد، وبالتالي عنا برنامج الحقيقة عملنا برنامج لمدة سنتين إحنا لحالنا يعني كجمعية مشفيات خاصة بحيث أنه نسوق الأردن داخليا وخارجيا إما بإحضار الوفود أو بالسفر للخارج. سيدتي أنا بعتقد أنه موضوع المجلس السياحة العلاجية الأردني هذا موضوع قديم جديد، وإحنا سبق أنه تقدمنا للحكومة بمقترح لإنشاء هذا المجلس، وزي ما تفضل الدكتور هاني لازم كل القطاعات تكون ممثلة فيه اللي هي إلها علاقة باستقبال المريض من إلى، لأنه إيرادات السياحة العلاجية 60% منها ينفق خارج الجسم الطبي، يعني لا مستشفيات ولا دكاترة، قطاعات أخرى عديدة تستفيد، يعني أكثر من 12 قطاع تستفيد من السياحة العلاجية. هذه القطاعات أيضا لها دور وعليها مسؤولية، لأنه هذا المريض اللي بيجوا معاه مرافقين المفروض أنه شوفير التاكسي يرحب فيه ويستقبله صح، المفروض المطعم، الشقة الفندقية، الفندق يعمل حركة اقتصادية كاملة. وبالتالي أنا بعتقد كمان هذول الناس عليهم مسؤولية أنهم يساعدونا في الترويج والتسويق للسياحة العلاجية. دكتور فوزي، إحنا ضل معنا 3 دقائق فبدي سريعا، ثلاث دقائق للحلقة بس خلصت على السريع، فبدي سريعا تعطيني رأيك بالقرار الأخير وقرار الحكومة بوقف الإعفاءات الطبية لحتى أتوجه لسعادة النائب أيضا مشان يعطيني بكلمات سريعة رأيه أيضا في القرار. أنا قبل ما أحكي هذا القرار بس بحب أحكي أنه جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة ذكر تحديدا الاهتمام بالسياحة العلاجية وتسهيل جميع الإجراءات ذات العلاقة خدمة للاقتصاد الوطني. نعم، وهي يعني رؤية ملكية واضحة. وبالتالي الأصل أنه فعلا الحكومة تنفذ هذه الإرادة. أنا أعتقد أنه لم يتم إلغاء الإعفاءات، يمكن هو كان قرار تنظيمي أكثر، يعني آلية الحصول على الإعفاء وآلية تحويل المريض إلى مستشفى معين أو مستشفى في قطاع حكومي عسكري أو مدني أو غيره، وبالتالي أنا بعتقد أنه بجوز الفهم للقرار كان مش واضح، غير واضح. أو أنه يعني لما طلع الخبر ما كان دقيق، ترويجه كان غلط. نعم، بتهيالي هيك. نعم. لا، ساعة النائب. لا مزبوط. يعني أنا زي ما تفضل الدكتور فوزي، يعني كان هناك بعد ما سمعنا أنه هذا تم وقف المعالجات الطبية
بصراحة احنا كنواب يعني امتعضنا من هذا القرار، وبصراحة يعني خلينا نكون واقعيين كمان، ما راح نسكت للحكومة على وضع زي هيك، لانه انت في ناس عندك مش قادرين يتعالجوا. الان خلينا نتحدث اللي مشمولين بالتأمين الصحي مش اقل من 84 او 83% من الشعب الاردني. خلينا نتحدث في ناس بالقطاع الخاص مشمول بالتأمين الصحي، في القطاعات القوات المسلحة والاجهزة الامنية، الشركات الخاصة، الكذا. اللي المتبقي الآن عندنا من اللي مش مشمولين بالتأمين الصحي اللي هم حوالي 16 أو 17% تقريبا. بس مضمون؟ يمكن لا، يمكن في تصحيح، لأنه في ناس عندهم تأمين مزدوج، وبالتالي النسبة الصحيحة هذا اللي بدي أحكي. التأمين الخاص بالإضافة للقطاع للتأمين، وحتى عام يعني هذا اللي بدي أحكي فيه. تأمين حكومي الآن آخر مرحلة بجوز إنه الآن نتحدث عن عجز ميزانيات ومديونية. يعني مستشفى الجامعة لوحده أتصور بده من الحكومة أكثر من 300 مليون. بالمقابل لما بدي أتحدث عن هذا الرقم، معظم الإعفاءات الطبية كانت تذهب شخص يكون مأمن بمستشفيات الحكومة، وبالتالي هو يأخذ تحويل بده لمستشفى الجامعة. طيب بما أنك أنت مؤمن بتراجع كل مستشفيات الحكومة الحكومية، الآن اللي توقف يعني مستشفى الموضوع أنه تم تنظيم هاي العملية لأشخاص المؤمنين بالمستشفيات الحكومية، هم مؤمنين ما طرع عليهم أي تغيير لأنه هذا الشخص مؤمن. الشخص اللي مؤمن وما في له بالمستشفيات الحكومية تم تحويله على مستشفى الجامعة أو مستشفى الحسين أو مستشفى المدينة الطبية. الأشخاص اللي ما معهم تأمين صحي ومن خلال مديرية التأمين الصحي يعني بده يثبت هذا الكلام أنه هو مش مؤمن، ما في مشكلة بتأمينه الصحي. هي تفاصيله بدك تسمح لي، لأنه رح ناخد إحنا حلقات مفصلة بالزبط. يعني أنا بس بدي أحكي لشعبنا الأردني أنه لم يتم وقف المعالجات الطبية، بل هي عملية تنظيمية. نعم، أشكرك سعادة النائب عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية مرزوق الدعجة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وأيضا الدكتور فوزي الحموري عضو مجلس رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء. شكرا.